اهلا وسهلا. اول شيء شكرا انكم تحتوا على هذا الفلوج. في هذا الفلوج راح اصور ايش الاجراءات اللي سويناها او مرينا فيها من اول ما دخلنا الصين الى ان بدانا دراسه اللغه في الجامعه. ففي بعض التحديات بعض المعاناة كلها راح تشوفونها في هذا الفيديو. فيلا لتقوا خلونا نبدا. اهلا وسهلا، انا ابتهاج، طالبة مبتعثة في دولة الصين، تحديدا مدينة شينيانغ الواقعة شمال شرق الصين. راح اصور لكم يومياتي خلال دراستي الجامعية وبعض المغامرات مع الشعب الصيني. طبعا راح نستكشف عجائب عالم دولة الصين. إذا كنتم مهتمين بالدراسة في دولة الصين أو حابين تستكشفون الصين معي، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. صباح الخير، رايحين للبنك. اسمي مخربطين فيه، شابكين الاسم مع اسم الوالد، فلازم أضبطه وارجع ارفع البيانات البنكيه في سفير. جينا عندهم، جبنا قهوتنا، مسنترين عندهم، قالوا الموضوع يطول، قلنا قاعدين لكم لين ضبطوا لنا. خلصنا من البنك الحمد لله، جينا الماك نتغدى. انا ما اشتهيت ماك، بس عبد الله اخذ لي ماك، انا اخذت لي ماك فلوري، بنقنق شوي مع بالفرايز. هذا الفرع اللي جينا. اليوم جايين سوبر ماركت، قالوا لنا هذا اجنبي، يعني فيه منتجات عالميه ما شاء الله مره كبير. وانا مبهوره، كل شيء 10 انواع. خلصنا تقضي صراحه رهيب ما شاء الله، يعني اخذنا منه اشياء كثيره، اخذنا منه اواني ومقاضي. جهزت الفطور، طبعا انا دخلت لكم بالسالفه على طول. وشو ليش احنا بنروح الاميجريشن؟ اول شيء اي طالب يوصل، يعني طالب اجنبي يوصل للبلد اللي بيدرس فيه، لازم يحول الفيزا حقته اللي يعني بتنتهي في مثلا 30 يوم من تاريخ الدخول حسب متى هو واصل، لازم يحولها الإقامة اللي تسمح لي يقعد مدة سنة. أنا فيزتي طالب ما عندي إشكالية يحولونها لي على طول، أما فيزة عبد الله إسوان مرافق في الجامعة قالوا إن الإميجريشن يرفضون إنهم يحولون الفيزة الإقامة الطالب. فهذا المشكلة بالمدن الثانية، وهان عرفت يعني زملاء لنا وهاربن اسمحوا لهم، يعتمد على مكتب الهجرة في الإقليم اللي أنت فيه. الإقليم اللي حنا فيه الياولينج لا شوي معقدينها، فبنروح بنحاول نستعطفهم علشان يسمحوا لنا. إذا ما سمحوا طبعا لازم يروح لأقرب دولة، يروح مثلا كوريا أقرب شيء لنا، مدتها ساعة ساعة ونص بالطيارة، ويروح للسفارة الصينية هناك. طبعا في مكاتب يقعد 3 إلى 4 أيام بين ما يحولوا الفيزا إلى فيزا طالب إكس وان، وبعدين يرجع هنا وتضبط أموره. بس حنا ما نبغى هذه القروة شكلها فإن شاء الله بنشوف. الحلو في الموضوع قالوا إنه طلاب الماستر ممكن يتعاونون معهم، فالله يسخرهم لنا يا رب. أفطرنا، الحين طالعين للجامعة، نسألهم بعض الأسئلة ونطبع بعض الأوراق قبل ما نروح الإميجريشن إن شاء الله. والله يسر. جيت القهوة لوكن، كذا تطلب ويطلع لك باركود إذا جاء طلبك، وتدفع كله عن طريق التطبيق. جاء طلبك ساعات مرة ما شاء الله، مرة مشهور عندهم. شوفوا أنا رقمي، 827، هو لسه طلب 800 الحين. طلبات مرة كثير، نمل. أمسح الباركود، هذا طلبي. وصلنا هنا المبنى، نروح الادمشن ناشونال ستودنت. جينا هنا الادمشن اوفيس، حاطين اعلام الدول، يعني اني يعني انهم يقبلون كل الدول. جميل هذا الطريق، منا طالعين للاميجريشن، تو يعني رحنا للادمشن اوفيس بس ما سووا لنا شيء. كل شيء يقولنا بعدين بعدين بعد ما تضبطون الإميجريشن، لأن هي الأساس.
إن شاء الله بعدها بيضبط كل شيء. بسرعة بنستعجل لأنه إيميجريشن يسكرون الحين ساعة 2:30، باقي ساعتين بالضبط، فنبغى نلحق عليهم. وصلنا، هذا مكتب الهجرة، وصلنا هذا مكتب الإيميجريشن. طيب خلوني أقول لكم، طلعنا مكتب الهجرة الزبدة الحمد لله، قالوا لنا أنكم تقدرون طلعون فيزا طالب، بس طلبوا منا بعض الوثائق زيادة، فبنرجع لهم بيوم ثاني. خاصة صباح الخير، اليوم الجو غيوم يهبل، رايحين للجامعة إن شاء الله بنكمل باقي الإجراءات علشان بعدها نطلع للشرطة نسجل السكن، وبعدين نروح الإميجريشن إن شاء الله يا رب تتم على خير أمور إقامة عبد الله. يجنن الجو كذا، رذاذ خفيف، يا رب انك تيسر امورنا مع المطر يا رب. الحين بالطريق للادمشن اوفيس عشان نخلص باقي الاجراءات، من الساعة 2:00 تقريبا، هم بيرجعون الدوام من الساعة 2:30، ان شاء الله. المشكلة احنا قعدنا بالكافي حوالي 3 ساعات ننتظرهم لبين يرجعون من دوامهم، طالبة ما راح يمدينا نروح الإميجريشن اليوم، بس بنحاول نخلص إجراءات اليوم مع الجامعة على الأقل. جامعة وعندنا البوليس ستيشن عشان نسجل السكن، ناخذ الإثبات منهم ونروح للإميجريشن بكرة إن شاء الله. جينا بنسجل في سكن الجامعة، جينا للسكن، نقابلها غرفتي يعني على أساس، شوفوا هذه الغرفة، سرير، معي واحدة بس إنها موجودة، ثلاجة، هذا الفيو، والله حليل. مش بالسوء بطاقاته. خلصنا سجلنا في السكن، الحين راجعين للمكتب شؤون الطلاب، في بنعدل شيء بالأوراق وخليهم يسجلوني عشان أصير أقدر أدخل بالبوابة الجامعة. خلاص تقريبا سجلوني الجامعة، بس باقي بكرة أسجل السكن في البوليس ستيشن، ما مدعنا اليوم بكرة، والحين بروح بس بسلم ورقة لسكن الجامعة كونفرميشن يعني. خلاص مرة خلاص بطلع، هامة كبدي من الجامعة لي تقريبا 6 ساعات، من الساعة 11 أو 5 ساعات، نروح ناكل جوعانين ونصلي ونعيه من الله خير، نرجع لهم بكرة إن شاء الله. هذه ورقة هي رايحة بعطيهم إياها، بدخل هنا مكتبهم قبل ما يقفلها. يا this paper from Miss Victoria. Can you شيشني زيجان. خلاص خلصت منهم، خلاص نطلع من الجامعة. جينا بقالة الجامعة وصراحة عجبتني فيها كل شيء، حتى سرى الليل وحنا ما سرينا، تخيلوا رجعنا من الجامعة خلاص بعد ما سجلوني أنا الحالي، لسه عبد الله يعني in the process، ننتظر موافقة الملحقية هنا. تخيلوا للآن أنا أطلع من جفر وأطب بجحر، أطلع من تحديرة وأجيب أطب بجحر، أي حظة. والله عظيم، حوسة حوسة خي، والله بسفير توني صاكة، أرفع طلب يرفضوني، حطوا لي ملاحظة أعدل وما أدري إيش، يعني يمكن تقريبا لي 2 ساعة. الله يعين، الحمد لله حلو في الموضوع إنهم قبلوا لي خطة دراسية، الحين قاعدة أحاول إنهم يقبلون طلب إضافة عبد الله كمرافق دارس.
ويعطوني الضمان المالي الدراسي. الحين المشكلة مو بسفير ولا ملحقية، كلهم متعاونين معنا، المشكلة بالجامعة. صراحة الجامعة هي اللي شوية لأنها جديدة أضافوها هذه السنة، فشوي ما هي بعارفة بالأنظمة عندنا شوي. صباح الخير، اليوم الخميس، خلاص الحمد لله، بس باقي كم إجراء بسيط بالنسبة لي أنا. ناخذ منهم أوراق من الجامعة، وبعدين بنطلع بوليس ستيشن نسجل بوليس ستيشن قبال الجامعة، فبنسجل السكن، وبس يتبقى لي آخر شيء الإميجريشن. إميجريشن يمكن عادة الأسبوع الجاي. هذا بالنسبة لي. وبالنسبة لعبد الله، للحين ننتظر رد سفير أنهم يضمنون دراسة، في حال ما ضمنوها بنضطر ندفع على حساب الخاص، وبعدين عاد ناخذ تعويض ممكن. الله ييسر يا رب. وصلنا الجامعة، في ناس يركضون، الكلاسات تبدأ من ثنتين، في كلاس من ثنتين، أغلبها من ثنتين إلى 43. فنحن رايحين المكتب للمرة المليون. بس إن شاء الله نخلص ونرتاح نشوف بعد حياتنا هنا. أخذنا الأوراق، أشوى لقيناها، معنا هي الدام ثنتين ونص، أشوى جيناها ثنتين لقيناها موجودة. قلت بصور لكم الحديقة مرة حلوة. طبعا الحين رايحين البوليس ستيشن سجل خلاص، وكذا يبقى لي آخر شيء الميجريشن، خلص إجراءاتي. إذا رجعنا بنكلمها عن عبد الله، نشوف لعله وعسى يضبطون الموضوع يا رب. تقول لي قبل شوي إنه الإنترنت علق علي، تعالي بكرة. لا ما علي، بخلص، أبغى أخلصها اليوم، وحاطة عندي المترجم إنه لازم أخلصها اليوم. أعود للجامعة، الله يسخرها يا رب، توافق يا رب، الله يسخرها، الحمد لله لك يا رب. خلاص كذا الواحد يرتاح. الحين بروح أخذ لي قهوة وببشر عبد الله انه الحمد لله تمت اموره، بعدين باخذ لي قهوه على طول، بروح بروح للبيت لان اوراقه كلها هناك، وبرفع له سفير، وان شاء الله يا رب تتم الامور. كذا الواحد يرتاح انه انا وياه يعني بندرس وان شاء الله امورنا تمام. سبحان الله، يعني حتى اموري ماشيه تمام، ما ارتحت، يعني ما احس اني مبسوطه. لا ابغى كلنا اسمعوا، جت في بالي شغلة. أنا بروح الركن من هنا، لكن هذا ملعب الجامعة. بكلم عبد الله للحين ما قلت له، وأبغى بحطه على سبيكر، وأبغى تسمعون ردة فعله لما يسمع البشارة كذا لايف. يلا بكلم. أفتح معها موضوعك، قلت لها كذا وكذا، شرحت لها الموضوع، قلت لها إذا أنتم تعاونتوا معنا إنه في راح يكون في طلاب سعوديين، وراح يعني أكيد راح يجون مرافقين معهم، فأنتم لازم يعني يكون عندكم flexible rules ومن هالكلام يعني. حلو. قالت إيه، قالت إني خلاص إني أنا فهمت من الملحقية إنه هذا شيء لازم، أبشرك أعطتني قبولك. صدق والله العظيم، والله والله العظيم. أشوى الحمد لله. أيوة كذا الواحد يروق. ضبط لي هذه بالجبن، قد أكلناها حلوة، القهوة المعتادة سبانيش لاتيه، بس حلا يكون قليل وبحليب الجوز. طيب أنا خلاص رفعت الطلب الحمد لله، خلصت من قهوتي، بس هذه الحلوة ما في لها مكان، فبخليها للبيت. وبرجع عندي خلاص اليوم، يعني الحمد لله صح ما ضبط الريجستريشن، البوليس ريجستريشن، بس عادي، الأهم القبول، قبول عبد الله ضبط، إن شاء الله يجينا الفيدباك اليوم عشان نقدر نكمل معهم تسجيل بكرة. الحين رايحة للبيت، تخيلوا عبد الله جاه قبول على إضافة ملف الدارس حقه قبل شوي، وهذه القهوة صارت جاهزة. ما كنت ناوي اجيب دلت العرب، قالت امي لا لا والله تشتهين ما ادري، صراحه الله يعافيها، شكرا ماما. تخيل جينا اليوم خربان،
ما أدري متى بيزين. المهم عطيتها الأوراق ومعها رقمي، قالت لما تجهز لما تخلص تسجيل إن شاء الله بكلمك عشان تجين تأخذين. مساء الخير، اليوم ما في كلاسات بس راح نخلص إجراءات. بشركم الحمد لله اليوم الصباح أول ما قمنا جاء قبول عبد الله حق الضمان المالي، فرايحين ناخذ أوراقنا والستيشن لعل وعسى إنهم سجلوني، بعدين بنطلع على طول. اليوم الساعة 2 الحين، بعدين نطلع على طول. هذه مسجاو أعطيها أوراقي، في بطاقة برضو بطاقتي حقت الجامعة بأخذها منهم، وعبد الله كامل إجراءات التسجيل. رايحين المسجاو، بس مبسوطة بالجو، قاعدة بمظلتي أنتظر طلبي يجهز. وصلت قهوتي المعتادة سبانيش لاتيه بجوز الحليب جوز الهند، وهذه فطيرة ما ترمسوا، أول مرة أطلبه، يعني نفس طلب القهوة والفطيرة بس هذه أول مرة أطلبها. كيك جينا اليوم إميجريشن، جبنا كل أوراقنا الحمد لله، عبد الله خلص أوراق تسجيله، جايين نخلص فيزنا مع بعض. الله يسهل يا رب، بس ما شاء الله مرة زحمة. فاينالي الحمد لله خلصنا، بتطلع إن شاء الله جوازاتنا، قالنا في 27/9 خلاص هذا آخر إجراء، وبعدها نكون نركز على دراستنا. الله يبارك لنا بهالسنة، الله يجعلها سنة خير. قصدي مساء الخير، أنا جاي متأخر اليوم. الحين رايحين للإميجريشن، خلاص آخر إجراء نستلم جوازاتنا إن شاء الله. هو المفترض اليوم 26 سبتمبر، مفترض اليوم الاستلام 27، بس بكرة عندنا كلاس وعازمين ناس ببيتنا، فعازمين صيني إن شاء الله بنصور فيديو معه وبنزل لكم إياه فيديو مستقل. المهم فقلنا بما أن اليوم فاضيين فبنروح نستلمها إن شاء الله يعطونا إياها، وكذا خلاص نكون ختمنا الإجراءات بإذن الله. الحمد لله اللحظة الحاسمة، خلاص خلصنا استلمنا الجوازات.